بدأنا في الأوبجكت كانت إن شاء الله المرة اللي فاتت، وهنستكمل الشغل بتاعنا إن شاء الله على نفس. لسه قدامنا شوية حاجات تانية مهمة جدا إن إحنا ناخدها ونعرفها. هتكلم النهاردة بحاجة اسمها البيلت إن. أول حاجة هنتكلم عليها إن شاء الله البيلت إن فانكشنز والبيلت إن اتريبيوتس. ممكن تعلي صوت المحاضرة؟ طيب كويس. لو رجعنا كده على السريع، احنا اخذنا ايه حتى الان في الاوبجكت اورينتد؟ رجعنا حتى من غير ما نراجع كله، انا بس نشوف اخر حاجه احنا توصلنا لها ايه؟ كنا عملنا يعني فول اكزامبل كده عن كلاس اسمه ريكتانجل، عرفنا فيه الانيشاليزيشن اللي هو الكونستراكتور، والكونستراكتور بتاعنا اتفقنا ان هو بالاندرسكور اندرسكور انيشاليزيشن واندرسكور اندرسكور، والسيلف طبعا عرفنا ان هو ده الاوبجكت، كل اوبجكت منفصل. وطبعا ممكن نغير كلمه سيلف يعني بس، ودي بالنسبه لنا الاتريبيوتس، الكلاس اتريبيوتس اللي موجوده جوه الكلاس اللي هي الهايت والويتس. وفي بعد كده عندنا عملنا مجموعه من الفانكشنز، تمام؟ يعني فانكشن اسمها فاليديت، واخدنا فيها اسيرت، اخدنا فانكشن فيها تحسب الاريا وترتيرن القيمه، وواحده بتحسب البيرمتر وترتيرن القيمه، وبعد كده عملنا كلاينت كود اللي هو بيتكلم وبيتعامل مع الكلاس اللي هو بينشئ اوبجكت، ومن الاوبجكت بيبدا يشتغل عليه. ده كان اخر اكزامبل احنا كلاس كونستراكتور فيلدز او اتريبيوتس فانكشنز داخل الكلاس والاوبجكتس، وازاي بتستبعد كل الحاجات دي وبتتعامل معاها. طيب كويس جدا. عايز اتكلم ان في بعض الحاجات الجانبيه هي، او ممكن نبدا بالاصل وبعدين نبقى، معلش يعني خليني ابدا انا في بعض الحاجات بتبقى بنسميها احنا اصول، وفي بعض الحاجات بتبقى بالنسبه لنا فروع. يعني ايه؟ في حاجات مساعده يعني هتساعدنا في موضوع ال الكلاسز وكده، وفي حاجات اصلا من اصل الاوبجكت اورينتد ما ينفعش ان احنا يعني نتغاضى عنها او ما ناخدش بالنا منها. فخليني معلش اكمل مع موضوع مهم جدا في الاوبجكت اورينتد اسمه البروبرتي. خلاص البروبرتي معروف ان في حاجه اسمها بروبرتي، البروبرتي دي بتاخد حاجه اسمها ست وحاجه اسمها جت. ده اصل الموضوع يعني. والبروبرتي هي حاجه قريبه جدا من الهايت والويتس. يعني لو قعدنا نتكلم على الاول قبل ما نخش في التفصيل، هي في الاول وفي الاخر هي جيتر اند سيتر ميثودز. يعني في ميثود بتجيت قيمه وفي ميثود بتست قيمه لنفس الفاريبل، لنفس الايه الفاريبل. تحس كده ان هي حاجه كده يعني شويه ممله او زياده على الكود، وبتبقى مش الناس ما بتبقاش مستمتعه بيها. يعني احنا المفترض اي فاريبل بنشتغل عليه، يعني اي فاريبل بنعرفه داخل الكونستراكتور زي مثلا الهايت والويتس، خلاص لما بقول ريكت دوت ويتس وبحط جواها قيمه دي بنسميها احنا ايه؟ انا بحط باساين قيمه دي بنسميها احنا ست. دي بنسميها ايه؟ ست. يعني بعمل assignment للفيلد ده، تمام؟ بعمل assignment للفيلد ده. طيب لو انا جيت قمت عامل كده، قمت قايل برنت مثلا الريكت 1.ويت، طبعا دي هتطبع كنت الويت، صح؟ في الحاله دي احنا بنسميها جيت. خلاص فالست هي وضع قيمه ما جوه فاريبل، خلاص ببساطه الفاريبل دي طبعا ليها اسماء. وجيت يعني ايه؟ استدعاء قيمه من داخل ايه؟ من داخل فاريبل. دي بنسميها ست ودي بنسميها جيت.
ماشي حلو. فبيقول لك المفترض ان الكلام ده يحصل جوه بروبرتي، ما يتعملش كده زي ما احنا عملناه كده دلوقتي. احنا عملناه كده وهو شغال، جيت وست هي شغال زي الفل مفيش مشكله، لكن بيقول لك لا، هو المفضل ان اللي يعمل ست جوه الفيلد يكون فانكشن بيسميها فانكشن اسمها ستر. دايما بيبقى ست، بنكتب كلمه ست وبعد كده اسم الفانكشن، بعد كده اسم الايه؟ اسم الفانكشن. او بنكتب كلمه جيت وبعد كده اسم الايه؟ اسم الفانكشن. تمام؟ حلو. والفيلد يبقى برايفت، والفيلد اللي هو الانستنس اتريبيوت ذات نفسه يبقى برايفت. برايفت يعني مش حد يتعامل معاه. نتكلم لسه على ايه البرايفت وايه البابليك وايه البروتكتد والكلام ده كله اللي هو الاكسس موديفايرز، لكن خلينا دلوقتي بس ببساطه عايزين نقول من الاخر ان عشان توصل تحط قيمه جوه انستنس اتريبيوت المفترض تحطها بميثود اسمها سيت، وعشان تجيب قيمه من جوه الاتريبيوت ده بنحطها بميثود اسمها جيت. هو الست اللي هي الميثود مطلوب مقصود بيها ان اليوزر هو اللي يحط القيمه صح؟ الايه؟ يعني انا اليوزر هو اللي بيحط القيمه، والجيت هي بترجع القيمه صح؟ اليوزر الست دي مقصود بيها اليوزر. اليوزر بالنسبه لنا احنا المره اللي فاتت قلنا اسمه الكلاينت كود صح؟ وقلنا ده اسمه الكلاينت كود، يعني ده الكود اللي بيشتغل معاه اليوزر، او اليوزر هنا مش يوزر اند يوزر اللي هو بيقعد على الكمبيوتر، لا، اللي هيستخدم الكلاس بتاعي، اللي هو هيكريت الاوبجكت وبتاعه. ممكن يكون اللي بيكتب الكود ده شخصيه مختلفه تماما عن اللي بيكتب الكود ده. الكود ده زي ما قلنا بيتكتب اللي هو الكلاسز والاصل ده ده ممكن يشتغل مع الويب ومع الموبايل ومع الاي ومع البيج داتا وكل حاجه كلها. فالكلاس ده اللي هو السورس كود ده الاصل ده ممكن يتكتب في اي ابلكيشنز من اي نوع، وهو يتاخد يشتغل عادي جدا طالما هو بيور بايثون ومن غير اوامر خاصه بالنوعيه اللي انت بتعملها. يعني مثلا ما فيش في كلاس هنا مش عاملين امر برنت، لان امر برنت ده خاص بالكونسول، فلو اتحط هيبقى خلاص قفلنا على الكونسول يعني. فانا لا، انا بعمل الكلاس بيور وبعد كده بستخدمه بقى، استخدمته ان احنا بنتعلم لسه عشان لسه في البدايه فبنتعلم على الكونسول ده، فخلاص ما فيش مشكله. الكوماند برومت ده بس اللي بنشتغل عليه فما فيش مشكله، ف ده اسمه كلاينت كود. فانا ما بقصد ان اللي هيجي يستخدم الكود اللي فوق اللي هو الكلاس ده اللي هو ده، سواء كان الاوبجكت ده والحاجات الانبوت دي مثلا، دي بتاخد من الكوماند برومبت المدخل صح؟ ممكن اكون انا مثلا في يوزر انترفيس على الويب، لا انا هاخد من تكست بوكس، هيبقى الانبوت بتاعي مختلف بس في الاخر هيحط قيمه جوه الويب، وهكذا. نرجع لسؤالك معلش عشان انا نسيته، وانا معلش عشان انا في ناس نرفزاني شويه قبل المحاضره ف دماغي مش مظبوط. اتفضل. انا اسال تاني يعني يا دكتور؟ اسال تاني؟ انا جاوبت سؤالك كده ولا ما جاوبتش؟ ايوه تمام يا دكتور، شكرا يا حبيبي. انا حسيت ان انا نسيت اصل السؤال بس لا مفيش حد يضايقك يا دكتور، عادي كله عادي يعني. طيب خير. كنا بنتكلم على البروبرتي ها؟ فبنقول احنا عشان نحط قيمه جوه الويدث او نجيب قيمه من الويدث او اي شيء لابد من نظام اسمه البروبرتي. تمام؟ هتحس ان هو تطويل في الكود. طب خلوني اعمل مثال وبعدين نقول ايه الاستفاده يعني من حاجه زي كده، ايه الاستفاده من حاجه زي كده. فانا هاخد نفس الاكزامبل ده كده اهو، خليني عليه هو عايزين نغيره غيره، ماشي الحال ماشي دكتور، ماشي مركزين فيه نكمل عليه. تمام؟ أنا دلوقتي عندي الهايت والويدث، تعالى نتخيل إن أنا علشان أحط قيمة جوه الهايت أو جوه الويدث لازم أعمل إيه؟ أغير وضعي شوية. أولاً الهايت عشان ما أجي أعرفها المفترض أعرفها بشكل مختلف مثلاً، يعني أديها مثلاً أندر سكور العادي بتاع
بايثون الشهير اللي احنا بنعمل اندرسكور اندرسكور، يعني اسلوب كده متبع في في البايثون يعني. سميتها اندرسكور اندرسكور هايت، وهنا دي هسميها اندرسكور اندرسكور ويت. لكن عشان اقدر احط قيمه جوه الهايت او استدعي قيمه من جوه الهايت لازم يكون ليها فانكشن بتسيت فيها او بتجت منها. فاقول له ماشي، يعني اجي اعمل ايه يعني؟ مثلا اقول له عامل ديف واقول له سيت خلاص هايت، اسمها سيت هايت، سيت هايت تمام كده شباب. وطبعا هتاخد السيلف عادي، بعد كده تاخد مين؟ تاخد الهايت، وبعدين بتعمل ايه سيادتك؟ بتحط القيمه اللي هي الهايت دي جوه الاندرسكور اندرسكور هايت اللي فوق، يعني بتعمل كده تاخد الهايت ده اللي هو الارجمنت ده اتحط جوه الاندرسكور اندرسكور هايت تمام. طيب وخلصنا الفانكشن كده، خلصت دي فانكشن السيت. وهنعمل فانكشن ثانيه فانكشن الجيت، ديب تو جيت هايت خلاص. وجيت هايت انا بقول له هات، فما ببعتش حاجه، فهي السيلف فقط لا غير. بس هي بتعمل حاجه ثانيه بتريتير الاندر سكور اندر او اس السيلف اندر سكور ايه اندر سكور هايت. دكتور بس في عندي سؤال استفسار بس ما انتبهت، ليش في الكونستراكتور ليش حطينا اندرسكور اندرسكور هاي؟ ليش؟ شو الكرام؟ عشان ما يبقاش عندك اثنين هايت. بس مش اكتر دلوقتي، وبعد كده اوضح لك هما يعني. هي هو اسلوب منتشر في البرمجه ان انا ممكن اخلي الفيلد اسمه يكون اسم غير البروجكت تمام. وفي الغالب اغلب لغات البرمجه طبعا انت ليك حق تسميها اي اسم، بس عشان ما يبقاش الاسماء بتعمل لنا لخبطه. ما انا مش شويه مثلا اسميها هايت وتحت اسميها ايه؟ اس هايت، وفوق اسميها ايه؟ ام هايت. وابدا اقول انا عارف الام من الاس ولا، وابدا الخبط نفسي فاهمني؟ ولما اجي ابص الكود ابقى تايه. فهم دايما في لغات البرمجه اغلب لغات البرمجه بنعمل اندر سكور واسم البريد. وبعد كده في بعض اللغات في التحديثات اللي نزلت جديده زي طبعا السي شارب والجافا بدات لا ان ممكن نعمل البروبرتي تقوم على نفس اسم الفاريبل بدون كونفليكت. وعملوا جافا ما فيهاش سي شارب، وعملوا ايه شكل مختصر للبروبرتي يوفر كود، لان هو رخم شويه يعني، هو كود طويل شويه يعني. انا كنت شغال زي الفل من غير ايه، من غير الاندر سكور اندر سكور، كنت بعمل عمليه السيت وعمليه الجيت وكنت بخلص صح ولا ايه؟ السي شارب بتحط جيت وست ايه؟ السي شارب بتحط جيت وست وخلاص. وهو يبقى وهو يفهم ان الفاريبل ويفهم فكان بصراحه شكل مختصر تمام. صح. شكل مختصر وجميل، لان هي خلاص هي فكره مفهومه يعني. طيب انا قبل بس ما اقول لك ليه بنعمل الشكل التطويلي ده، هعمل نفس الكلام في الويت. طب انا هعمل نفس الكلام ولا في افكار؟ مفيش اي افكار، انت هتعمل نفس الايه؟ نفس الكلام بالظبط. اسمعي النوت ايه؟ انا جاي هنا عامل سيت ايه؟ ها؟ ويت. وهنا هتبعت الويت صح؟ وهنا الاندر سكور ويت. هتروح هنا عند ايه؟ ويتس. وهنا مدى الجيت هايت هتبقى جيت ايه؟ هتلاحظوا طبعا ان ايه يعني الموضوع يعني استنباط ملهاش لازمه يعني. طب ايه يعني الافاده ان الاوبجكت اورينتد تاكد عليك قوي انك لما تيجي تشتغل اشتغل بالاسلوب ده؟ هي فكره الانكابسوليشن صح دكتور؟ الانكابسوليشن، الانكابسوليشن بقى هي اللي هتوضح لك الافكار الداخليه للمبدا ده او الفكره. هو الانكابسوليشن مش كود، هي مبدا، لكن البروبرتي هو ده شكلها. طيب خلينا نتكلم على 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 شكلها. يبقى انا لما اجي احط جوه الويتس هعمل ايه يا شباب؟ امور ريكت 1 دوت، امور ريكت 1 دوت لازم اقول سيت ايه؟ سيت هاي، وافتح قوس صح ولا ايه؟ واخد القيمه كده اصبحت فانكشن، بقت لها قيمه بالشكل ده.
طب وده سويت سويت ده مش فايت. ونفس الكلام في الايه؟ هايت هاوند سيت ايه؟ سيت هايت. طب لما احب اعمل جيت هقول له جيت ايه؟ جيت ويدث او جيت هايت وهكذا. لو عايز اطبعها تحسوا كمان ان هي يعني بقت مش حتى في الكتابه تحت مش اريح، ولا في الكتابه فوق مش اريح، يعني الاثنين مش اريح. تمام؟ انا هدوس كنترول اس وهعمل اف 5. ايه اللي مزعلك؟ ماشي اندنتيشن، يعني انا في واخد سبيس غلط او مسافه غلط. ايوه في مسافه غلط، انا حاجه تشيلني معلش. طيب انتر ويدث اوف ريكتانجل قلت له 5 56 كبير قوي، 5 او 6 من 10. الهايت 9 او 3 من 10 ماشي. قال لي في خطا، قلت له ماشي مش مشكله. ان الويدث لا يساوي الهايت، ما هم ما بيساووش بعض. ما فيش حاجه اسمها ويدث. ايوه هنا بيقول لي عشان احنا غيرنا الاسم صح ولا ايه؟ غيرنا الويدث ما بقاش فيه، يعني المفروض كل الفانكشنز اللي احنا كنا كاتبينها دي بقى خلاص ما عنديش ويدث، عندي اندرسكور اندرسكور ويدث. نعم. اندرسكور اندرسكور هايت. في الفاليديت نفس الكلام صح؟ اندرسكور اندرسكور هايت اندرسكور سيلف وهكذا. غيرنا المسميات كلها، فاحنا لازم نمشي نغير كل الايه؟ كل المسميات، بالتالي كده كله اتغير 5. مظبوط. وحسب لي الايه؟ طبعا الهايت والويدث زي ما انا قلت له في الجيت، لان دي جيت ميثود ودول سيت ميثود صح؟ ودول ايه؟ ودول حسبوا عادي اللي هم الحاجات العاديه بتاعتنا يعني. تمام؟ طيب ماشي. يعني هو قلنا في ستر في جيتر في حاجه ثانيه اسمها ديليت، ودي حاجه يعني ايه مش يعني مش مستخدمه قوي بس موجود. بس انا ماشي ممكن نقولها يعني عادي، يعني هي ديل، يعني ممكن تعمل فانكشن اسمها ديل، يعني تعمل ديل ويدث ديل هايت، ودي معناها ان انت بترجع الويدث او الهايت على زيرو مثلا. ماشي بس خلصت البروبرتي. بس احنا زودنا الكود جدا وزودوا حتى شكل الكتابه ما بقاش كويس، وبالتالي عايز افهم ايه الاستفاده صح؟ عايزين نفهم ايه الاستفاده. نعم. انظر ازاي؟ في مبدا من مبادئ اسمه انكابسوليشن. تمام؟ الانكابسوليشن في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج طبعا هو مبدا، يعني ايه مبدا؟ يعني ما فيش كود هيتكتب يا جدعان، ده افهم ما فيهوش اي كتابه خالص. هو بيستخدم البروبرتي في الفكره بتاعته، بيقول المبدا بيقول لك اشتغل بالبروبرتي. ليه يا عمي؟ قال لك عشان الاستفادات اللي فيه. ايه الاستفادات اللي فيه؟ قال لك بص احنا دلوقتي ممكن نضطر نغير واحنا في الكود، نغير الهايت او الويدث في حجمها، بس مثلا احجام البيانات تبقى اكتر، او نغيرها تبقى سترنج، او نغيرها تبقى ديت على حسب مثلا البرنامج بتاعك يعني. فلو الكلاينت كود اللي هو ده، لو الكلاينت كود ده بيتعامل مباشره مع الفاريبلز اللي هي المباشره دي، تمام، الانستنس اتريبيوتس، فانت استحاله تعمل كده. ولو حبيت تعمل كده كل الاكواد القديمه بتاعت الناس هتضرب. يعني لو انا بشتغل مع هايت والويدث وجيت انت غيرت اي حاجه في نوع بيانات الهايت او نوع بيانات الويدث، الفلود ده مش هينفع معاك صح ولا ايه؟ وده كلاينت كود صح ولا ايه؟ ولا ده وده هيضرب معايا؟ فانت تخيل ان بتوع البايثون او بتوع الفلود بينزلوا باكج جديده او موديول جديد او اي حاجه، بيبقى عباره في الاخر عن مجموعه من كلاس ومجموعه من الفانكشنز صح ولا ايه؟ فمش معقول لما يجوا يحدثوا فيرجن فوق فيرجن الكود بتاعي كله القديم يضرب واشتغل بنظام جديد،
لو كل مره يعملوا كده انا هتهرب من الناس دي، صح ولا ايه؟ انا عايز حاجه فيها ستابيليتي. ستابيليتي يعني ايه؟ يعني انا الكود بتاعي القديم اللي انا اتعلمته واشتغلته معاهم لما اجي انزل فيرجن جديد ما برمهوش، بستفيد بتعلم الحاجه الجديده او الشيء الجديد، لكن النظام القديم هو هو، صح ولا ايه؟ عشان تفضل تحافظ على ده خليه يتعامل من خلال حاجه اسمها البلاك بوكس. ده اسمه بلاك بوكس. يعني انا ما اعرفش لو رحت دلوقتي كده على مثلا OOP قمت ايه انكابسوليشن، نشوف كده صوره توضح الفكره. فقال لي ادي الانستنس بتاعتك اهي، وعشان ادي الاوتسايد كود ده اللي انا اقصد عليه الكلاينت كود، تمام؟ يبقى هنا الكلاينت كود ده الكود اللي بيتعامل مع الكلاسز، ده حاجه وده ايه؟ وده حاجه. يعني هم برضه مفرقين ما بين الايه؟ ما بين المعنيين، وده الاصل ان احنا نفرق ما بين الاوتسايد كود اللي بيتكلم مع الكلاس والكلاس ذات نفسه، الكلاس ده السورس بتاعه. اما الاوتسايد كود ده بنسميه كلاينت كود اللي بيتكلم مع الايه؟ الشغل بتاعه. فقال لك البرايفت انستنس فاريبل او البرايفت ميثودز، يعني الحاجات اللي هي المفروض جانبيه ما حدش يشوفها، لازم تتعامل معاها من خلال بابليك ميثودز، هي اللي توصلك، هي اللي توصلك للكلاس، تمام؟ قلنا ليه؟ قلنا اول حاجه لو احنا حبينا نغير في التايب، لو احنا حبينا نغير في الايه؟ في التايب. طيب طب ايه تاني غير ان احنا حبينا نغير في التايب؟ يعني ايه تاني؟ لو حبينا نضيف شروط. يعني ايه نضيف شروط؟ مثلا انا البرنامج بتاعي ما ينفعش الهايت مثلا يبقى اكتر من 100 سنتي مثلا، البرنامج بتاعي مش بيسبورت اكتر من كده مثلا سي يعني. وحبيت احط الكونديشن ده، لو انا بوصل الكلاينت كود مباشرة على الفاريبل ايه اللي هيحصل؟ استحالة على الأقل، استحالة، صح ولا ايه؟ اعمل له ايه ده؟ مش هعرف اعمل له حاجة، هو واصل مباشرة لان الانستنس فاريبل يا شباب معلش الحتة دي كلها مش نظري لكن هو مفهوم فهم يعني، ما هواش حاجة بنكتبها، مبدأ من المبادئ. يعني عندنا في الاوبجكت اورينتد في مبادئ زي البوليمورفيزم، هوريكم شكل عملي ليه بس هو اكتر مبدا خلاص، زي الانكابسوليشن. الانكابسوليشن مبدا قبل العمل بتاعه، احنا بنعمل بروبرتي مش مشكله، والاوبجكت والكلاس وفي الابستراكشن في الانهيرتنس، ده كله دي مبادئ. الانهيرتنس هنشوف لها برضه مثال، والانكابسوليشن شوف لها مش بس إيه؟ المفاهيم كتير على مثال كلمتين، تمام؟ بس افهم اللي ورا ليه بنعمل كده وليه ده كله بيشتغل وليه ده كله ايه بيشتغل. فهنرجع للمنظر ده، تمام؟ كنا بنقول لو انا حبيت احط كونديشن، يعني حبيت مثلا اقول ان الهايت ما ينفعش الهايت يبقى زيرو مثلا، انت هنا ما بتوصلني مباشره على ده، انا اعمل ايه ان شاء الله؟ ما اقدرش، صح ولا ايه؟ ما اقدرش ان انا اعمل انت واصل على الفاريبل مباشره اللي ليه مكان في الميموري مباشره. اقول لك ازاي ما ينفعش تحطه بالسالب؟ طيب قول لي كده، لو انا حبيت دلوقتي لقيت ناس بتخترق ولا ناس بتلخبط وقلت لا انا عايز في الفيرجن الجديد اقول ان الهايت ما ينفعش يكون زيرو ولا سالب، قولي لو انا موصلك مباشره على الفاريبل هعملها ازاي؟ مش هعرف، لازم اهد كود، صح؟ او اخليك تغير النظام بتاعك. لكن لو انا ماشيك من الاول على بروبرتي، انا ممكن انت بتست الهايت واقول لك كده اف ان الهايت ماشي اكبر من الزيرو، اف ان الهايت اكبر من ايه؟ اكبر من الزيرو، ساعتها اقول لك ماشي يا عم اتفضل حط ده جوه ده، مش عنده مشكله، صح؟ مش عنده مشكله. إلس ممكن اريز ايرور اعمل اي حاجه، ممكن اقول له إلس اقول له ايه ريز فاليو ايرور واقول له هايت can not be negative or zero. حد عندي حاجه؟ بظبط الكود بتاعي، بشتغل شغل المحترفين، مش عندي مشكله.
ده بقى لو كنت انت بتوصل، انت دلوقتي ظبطت وقلت الهايت لازم يكون كذا، وممكن تعمله في الويتس، ممكن تعمله في اي حاجه طبعا. بس الفكره فين؟ ان انا هنا بقى عندي امكانيه ان انا اقدر احط شروط قبل ما تحط قيمه جوه الايه؟ قبل ما تحط قيمه جوه الايه؟ جوه الاتريبيوت. لو انا مديك الاتريبيوت على طول مباشره، انا خلاص انا مديك اتريبيوت نوعه فلوت او نوعه انت، وبقول لك خش اهو ادي الباب اهو، هقدر اقول لك ما تحط الزيرو؟ ده مقبول، القيمه مقبوله. هقدر اقول لك ما تحطش سالب؟ ما اقدرش، لان بيشيل بالسوالب. لكن انا في الفكره بتاعتي ما ينفعش الهايت يبقى بالماينس، بس الفاريبلز ما فيهاش كده، الفاريبل بيشيل ارقام وخلاص خلاص بقى عندي. مش لكن دلوقتي انا بقى شغلتك بالست والجيت، الكود اللي انت بقى الكلاينت كود اللي انتوا شايفينه تحت ده هل هيتغير؟ حد لا طبعا، ولا حد. انا حدثت من غير ما المسك، من غير ما المس البلاك بوكس. يعني المينتيننس بقى اعلى، يعني عمليه المينتين ان انا اعمل صيانه للكود بتاعي وبزوده وبطلع فيرجنز اعلى بكتير. لو جيت عملت كنترول اس قلت 5 وجيت هنا قال لي الويتس قلت له 5.6 ولا اي حاجه، الهايت قلت له 0 هيضرب. لا مش الهايت ما ينفعش يكون 0 ولا نيجاتيف، ما ينفعش. كناش نقدر نعمل ده. في حاجه ثانيه برضه، يعني احنا قلنا دلوقتي قلنا كام حاجه؟ حد يفكرني. قلنا اول حاجه مش فاكرها. الكابسوليشن. تشينج. طيب. الانستنس بكام نوع، وقلنا ان احنا نقدر نعمل ايه؟ كونديشن اوفر سيت ديتا تمام، او تشيكنج يعني بشيك على حاجه معينه قبل ما تحط البيانات. قلنا المينتننس بتعلى، انا بعد كده لما اجي اعالج واعلي الشغل بتاعي اقدر ايه؟ ما احب احسن زي ما انتم شفتوا، ما انا الكود اللي بره ما اتغيرش ولا اللي جوه، انا بس زودت الكونديشن بتاعي والكود زي ما ايه؟ لا هو ما عملتش مشكله او تحديثات لازم تتم فوق وتحت. فمعنى كده ان الكلاسز بتاعتي والفانكشن بتاعتي لو انا كباكج حديثه او فيرجن جديد بعتها للناس، اغلب الكود اللي عندهم مش هيضرب ولا حاجه، مع ان انا غيرت حاجات في اصل الموضوع وحطيت امكانيات اعلى وحطيت شروط ونظمت اكتر، رغم كده برضو انا ما ايه؟ ما ضربتش بالناس، صح؟ برضو فيها حته الهاكينج برضو. انا مثلا تخيل ان هو بيدخل يوزر نيم والباسورد، خد ده يوزر نيم وده باسورد ماشي، وانا مخليه يوصل لهم مباشره، صح؟ هو ممكن يعمل حاجه اسمها انجكت، ممكن يعمل حاجه اسمها انجكت على اليوزر نيم او على الباسورد، والانجكت دي ما تعرفش هو على حسب دماغه ممكن تعمل لك مشاكل كبيره جدا في السيستم بتاعك، ممكن يخترق بيها حاجات. يعني بلاش نقول اختراق، بس قول الانجكشن. الانجكت اللي هو الحقن، معناها الحقن، هو هيحقن. يعني انت بتقول دخل يوزر نيم، هو مش هيدخل يوزر نيم، هو هيعمل عمليات، هيكتب كود، هيكتب كود جوه مين؟ جوه اليوزر نيم او جوه الباسورد، وبالتالي لما يخش جوه الاكواد بتاعتك هيرن بشكل ما، وبالتالي ممكن يعمل عملية ما انت ما تتخيلهاش. انت ما تتخيلهاش. طيب. واحد عمل انجكت لفاريبل معين. وبعدين اكتشفت وعايز اوقف. يعني عايز اوقف الثغرة دي اعمل ايه؟ لو انت ماشي بالانكابسوليشن هتبقى سهلة. ليه؟ هتقوم جاي هنا قبل وهو بيعمل سيت لليوزر نيم او سيت الباسورد، هتشيك. وتقول لازم الباس ما يتعديش قد كده وما يعملش مش عارف قد ايه وكم حرف. ما ينفعش في رموز خاصه، وتحط بقى شويه كونديشنز كده اللي هي نظام في الاخر لو حد يحط كود مش هيعرف، وتمنع مثلا الاقواس وتمنع السيمي كولوم وتمنع مش عارف ايه وتمنع الدوت وتمنع، تقول له لا حط يوزر نيم عادي، قفلت عليه
والحجم قفلته عليه، فعملت ايه؟ بتعمل بتخلي الكود بتاعك مور سكيور. دي قصه ثانيه برضه، ممكن تقول دي حاجه غير الانجكت، يعني هو بيبقى مور سكيور لانه هو اصلا في الاساس بلاك بوكس، هو مش عارف انت بتعمل ايه جوه في البروبرتي اللي السيت والجيت، بس هو مش عارف. يعني هو بيقول انت بتعمل سيت وبيضيف قيمه جديده لليوزر نيم، وانت تقوم داخل جوه الداتابيز هنا اهو في الحته دي، تروح شايف هل اليوزر نيم ده موجود ولا مش موجود قبل ما تسيت. طب لو انت موصله بفاريبل مباشر هو خلاص اخد، تبدا تشتغل بعد ما هو اخد مش قبل، تشتغل بعد. لكن هي بيديك امكانيه توسع لك الفكر بتاعك. وكذلك وانت بتجيت هنا اهو، لما هو ينادي على اي فاريبل من دول انت موصله خلاص هيجيب القوه اللي موجوده في الميموري على طول، مش هتعرف تعمل معاها حاجه. لكن انا ممكن وانا بجيت اقول لا مالكش حق تقرا، تكتب بس ما تقراش. زي مثلا الباسورد مثلا، انا الفاريبل اللي انا موصله بيه ده لو فاريبل مباشر كان الله بيستر عليه خلاص، هو يقدر زي ما كتبه زي ما كتب يقدر ايه ينادي عليه صح ولا لا. لكن انا ممكن ادي له السيت وما ادوش الجيت، يبقى رايت اونلي اور ريد اونلي صح ولا ايه؟ ان ده لو انا مديك فاريبل ما اقدرش اقول لك رايت اونلي اور ريد اونلي، انت اصلا واصل للميموري على طول صح ولا لا؟ يبقى الرايت اونلي وريد اونلي كانت برضه من الحاجات اللي ما اقدرش اعملها وانا مديك الفاريبل مباشره. فانت هو تقدر تتكلم مع اي حد، تقدر تسيت وتقدر تجيت. لكن انا لو شلت الجيت بتاعت الويتس يعني ما لكش حق انك تقرا الويتس، انا جيت عملت كده وقفت الجيت بتاعت الويتس صح، الكود هيطلع ايرور لما يجي يشتغل صح ولا ايه؟ ما لكش حق تقرا، اكتب بس. لو جت عايز حبيت تقرب خمسه طبعا دي مش تعليق بالنسبه له. قلت له ماشي سته وخمسه اي حاجه. قال لي ايه؟ قال لي ما فيش اتريبيوت اسمه جيت ويتس، مش ممنوع ممنوع، ما تعرفش تقرا ويتس، اكتب بس. رايت اونلي، رايت اونلي. مفيش ايه؟ مفيش ريد. او العكس. خليه يقرا بس، لكن استحاله يعرف يكتب او يغير القيمه. كل دي امكانيات، بس المبدا ده شفت انا ناقشت معاكم شويه حاجات كده كلها امكانيات كويسه مهمه صح ولا ايه؟ رغم ان انت ممكن تحس انك كتبت شويه كود كتير، مش مهم، اصل هو كود، الكود ده احنا بنسميه كود روتيني، يعني كود ما فيهوش تفكير ولا حاجه، ده هو كود روتيني بعمل السيت وكده تك 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 وخلاص، ما فيهوش يعني ولا بياخد منك وقت ولا مجهود ولا حاجه، هو كود روتيني. وانا عارف ان الكود الروتيني بيضايق، بس انت عشان الامكانيات دي ما تخسرهاش. فهمتوني؟ نعم مره دكتور. طبعا انا بقول ان في فانكشن ممكن تعمل بدل سيت وجيت تكتب كلمه ديل بس، ديل دي اي ال، وتمسح عادي وتخلي بقى قيمه الهايت مثلا تمسح تبقى بصفر، تمسح تبقى بحاجه، يعني طبعا دي عباره عن فانكشنز عاديه. طبعا الحقيقه هي ما هياش بروبرتيز، يعني عشان نبقى واضحين في البايثون ما هياش بروبرتيز بالمعنى الحقيقي، هي فانكشن. يعني لو خليتها مثلا اد هايت هيقول لي لا طبعا، وجيت قلت له ريتيرن هايت هيقول لي لا. لكن هي مش استراكشر فعلي للبروبلم، مش استراكشر فعلي للبروبلم. لكن في ميزه ان هو بدل ما يعلمك جمله جديده اسمها البروبرتي يبقى لها سنتكس مختلف، وقال لك خلاص استخدمها بالفانكشنز، ما هي الفانكشن تقوم بنفس المهم، الفانكشن تقدر تقوم بنفس الايه؟ بنفس المهم. وكذلك لغات ثانيه كتير مشت على نفس المنوال ده عشان تخفف من حجم السنتكس او من حجم الكتابه الغريبه. يعني تلاحظ ما كتبناش حاجه جديده اصلا ولا اي حاجه، ولا البروبرتي اخذنا فيها كتابه جديده، ولا مبدا الكابسيشن خدنا فيه اي حاجه جديده غير مفاهيم بس، مفاهيم بنستفيد بيها احنا واحنا بنكتب كود صح ولا ايه؟ كذلك جافا نفس الكلام برضه مش على نفس
فقلت لك لا هو نفس طبعا دي بتكون بنفس الوظيفه مش مشكله تمام. لكن في لغه ثانيه قلت لك لا انا هعمل سنتكس جديد في مقابل ان انا اخفف كتابه زي السي شارب وغيره. على العموم المبدا هو مبدا موجود، مبدا اساسي اللي هو البروبرتي والانكابسوليشن. والمبدا ده مبدا، اما البروبرتي دوت معروف ده جمله الست وجت مفيش مشكله ست وجت. هل في اي حاجه محتاجين نوضحها في الموضوع بتاع البروبرتي ده او الانكابسوليشن؟ واضح دكتور. يا شباب واضح دكتور بالنسبه لي. ممكن مثال تاني يا دكتور غير الهايت في الوقت؟ يعني ممكن مثال صغير كده بوضح الفكره اكتر. ماشي ناخد مثال تاني بس انا استاذنك.